قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم الميسر في التلاوة. وقرب تلاوة لهذا اليوم سورة فاطر من الآية 31 35. تابعوا معنا عبر الشاشة أو افتحوا المصاحف وإن شاء الله بعدها سنستقبل مشاركاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. كما استمعتم معنا من الآية 31 الآية 35. طبعا ننتبه، عندنا مجموعة من الراءات هنا، منها ما هو حكمه الترقيق، ومنها ما هو حكمه التفخيم، ومنها ما هو إذا وقفنا عليه رقق، وإذا في حال الوصل تفخم. عندنا كلمة لخبير، هنا الراء مرققة وصلا لأن قبلها ياء مد، وكذلك بصير، فهنا الراء كذلك حكمها في الآية 31 حكمها كذلك الترقيق، لكن في الوصل تفخم، في الوصل تفخم. وكذلك عندنا كلمة حرير، هنا الراء مرققة لكن في حال الوصل تفخم، في حال الوصل تفخم. أما بالنسبة لكلمة لغفور شكور فهاتين الرأين مفخمتان وصلا ووقفا، لأن قبلها واو مدية وفي حال الوصل مضمومة. يعني هذه أهم الأمور التي أحببنا التنبيه عليها. طيب عندنا علي نصير من الأردن أول مشارك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبيرا بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم
مقتصد ومنهم سابق سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. لا قلنا الراء هنا يا شيخ علي مرققة، الراء مرققة لكن وصلا تفخم، لكن وقفا مرققة لأن قبلها ياء مدية. ذلك هو الفضل الكبير. لا الكبير يعني تستفل باللسان، اللسان ينزل، وفي التفخيم تستعلي باللسان. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. لا لا تقول حري، شوف مثل الراء في حري مرققة صح؟ كذلك حرير تحافظ على هذا الترقيق كما قال الناظم، فرققا مستفلا من أحرفي، فهنا حكمها الترقيق. ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. طيب أحسنت يا شيخ علي وبارك الله فيك ونفع الله بك. طيب عمر نصير من الأردن، تفضل يا شيخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من ثم أورثنا الكتاب الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ضاد فيها صفة الاستطالة. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن حركة التاء في جنة، جنات حركة التاء. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما شاء الله تبارك، بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب فاطمة نصير، تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما شاء الله، أحسنت يا فاطمة وبارك الله فيك. طيب عندنا عائشة نصير، تفضلي يا عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. بارك الله فيك يا عائشة وجزاك الله خير. طيب علي نايف من السعودية، تفضل يا شيخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. بارك الله فيك يا شيخ علي وجزاك الله خير. طيب يوسف وليد، تفضل يا شيخ يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس. شيخ يوسف، إذا وقفت، قلنا إذا وقفت في مكان لا توجد فيه علامة فتأتي بالكلمة أو الكلمتين التي قبلها حسب الابتداء الحسن. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قلق الباء، لغوب. لغوب. طيب أحسنت، جزاك الله خير يا شيخ ونفع الله بك. طيب مازن وليد، تفضل يا مازن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ، حياك الله يا شيخ مازن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله مازن. بعباده لخبير بصير. مازن. نعم. أعد بارك الله فيك. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. لا، قلق القاف، القاف هنا قلنا أنها قلقلة كبرى، قلقلة كبرى شديدة وأشد قلقلة كبرى، فتقف على هو الحق فتسمع هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن طيب الله. الهاء يا مازن في يديه يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا،
من عبادنا خلاص فمن يا مازن الحين عندنا علامة وقفنا صلاة صح؟ طيب علامة الوقف إذا وقفت عندها أستطيع أن أبدأ بما بعدها مباشرة. طيب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. طيب عندنا شيخ مازن ولؤلؤا فهنا هذا المد يسمى مد عوض عوض عن التنوين ولؤلؤا ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن. طيب مازن نعم النون المشددة ما حكمها عندنا أذهب عنا فالنون المشددة تغن بمقدار حركتين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. طيب. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا تقلق الضاد من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا لا نصب ولا يمسنا فيها لغوب. طيب أعد من الذي أحلنا دار المقامة مازن. طيب إلياس من العراق تفضل. شيخ إلياس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ إلياس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم قلق للدال يا إلياس مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طيب يا شيخ إلياس لو تفخم الخاء بالخيرات خاء بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. لا هو شيخ إلياس إذا أردت أن تبدأ من يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ تبدأ من الفعل يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ
ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير يا شيخ الياس ونفع الله بك، بارك الله فيك. طيب مهند محمد من السعودية، تفضل يا مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها قلق الدال في يد يدخلونها قلق الدال هنا يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. لا شيخ مهند، عندنا هنا لؤلؤ، قرأتها لؤلؤ بعد الواو الأخيرة التي في الهمزة في ألف، صح؟ أيوه. ألف ومعه تنوين، صح؟ أيوه. فتقف على لؤلؤا لؤلؤا. فأعد من جنات عدن يدخلونها من بداية الآية. جنات عدن يدخلونها. طيب قلقل الدال يا شيخ مهند. عدن يدخل، لا، جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. طيب ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. طيب لغفور شكور. لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. طيب قلق الباء، لغوب. لغوب. بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب عندنا عبد الرحمن شحادة من فلسطين، تفضل يا شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. لا شيخ عبد الرحمن تسمعني؟ طيب نقرأ هكذا، هو الحق مصدقا لما بين يديه. هو الحق مصدقا لما بين يديه. لا تقول لما بين، تقطع الصوت او تمد المد الطبيعي اكثر من حركتي. نقرأها بنفس الطريقة التي اقرأه بها الان انا. هو الحق مصدقا لما بين يديه.
هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. لا، فخم الخاء هنا، لا خبير بصير. لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا. هي مش الذي يا شيخ عبد الرحمن، الذين اصطفينا، الذين اصطفينا. الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مصدق، ومنهم لا صادق، ومنهم مقتصد. ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. طيب، قلقل الدال يا شيخ عبد الرحمن، قلقل الدال في عدن ويدخلونها. جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يدخلونها. لا، قلقل الدال في، اسمعها يا عبد الرحمن. جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يدخلونها، يحلون فيها أساور لا من ذهب. عندنا يحلون فيها من أساور. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، أو لباسهم، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن كلها مفتوحة يا شيخ عبد الرحمن. الحزن. الحزن. طيب، عشان المعنى. وقالوا الحمد لله، أعدها من هنا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. طيب، عندنا لغفور شكور. لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. الصاد على فتحة. نصب. نصب. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لا، مش لغوب، لغوب. لو لغوب. طيب، وعندنا كذلك كلمة المقامة، الميم مضمومة، دار المقامة. طيب، محمد موجود؟ لو سمحت أخوي بده يقرأ. طيب، خليه، تفضل يقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده. مش بين يا محمد، مصدقا لما بين يديه. لما بين يدي. لا، لما بين يديه. ما بين يدي، إن الله بعباده لخبور. طيب. لخبور. لا، لخبير. لخبير بصير. طيب يا شيخ محمد، فخم الخاء، معلش. لا، خا. لا، خبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذي
اصطفينا مش الذي، الذين. الذين اصطفيناه من عبادنا، فمنهم فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. طيب شيخ محمد، جنات. شيخ محمد، طيب نعم. هذه نقرأها شوي شوي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وتقف. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد. أعد. ثم أورثنا، أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا. لا ما فيه الذين اصطفينا من عبادنا. الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو طيب الفضل. قف هنا عشان النفس. قف هنا. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تقف. ومنهم سابق بخير، أيوة، بالخيرات الله. لا، بالخيرات بإذن الله. بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ذهب، من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيه حرير. ولباسهم فيها حرير. فلباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن، كلها مفتوحة. الحزن. الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة. لا، الذي أحلنا دار المقامة. دار المقامة من فضله، لا يمسك، لا يمسنا لا يمسها نصب، ولا يمسنا فيها لغوب. لا، مش لغوب يا شيخ محمد. لغوب. لغوب. جزاك الله خير يا شيخ محمد، بارك الله فيك. نعم، تبغى تقول شيء؟ طيب، جزاك الله خير يا شيخ محمد وعبد الرحمن شحادة من فلسطين، جزاكم الله خير على هذه المشاركة. ننتقل الآن المشاركات عبر الواتساب. عندنا الشيخ يوسف من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا
الحق، هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جزاك الله خير يا شيخ يوسف ونفع الله بك. عندنا بارك الله فيك كلمة لنفسه، فالفاء فيها همس، يعني تظهر الهمس في الفاء أكثر من إظهارك للهمس في السين، لأن السين هنا مكسورة، وكما نعلم أن صفة الهمس هي من الصفات اللازمة، والهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف اعتماده على المخرج. فالهمس يكون أظهر في الفاء من السين، نقول لنفسه، فلأن الفاء هنا ساكنة، لأن الفاء هنا ساكنة، ولو السين هي التي ساكنة فيكون الهمس فيها أظهر. وكذلك عندنا بارك الله فيك ذلك هو الفضل، فالضاد فيها استطالة، الضاد فيها استطالة، فلهذا تحقق الاستطالة في الضاد، والذي يميز الضاد عن الحروف أن الضاد فيها استطالة، الضاد هي الحرف الوحيد الذي فيه استطالة، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الضاء وكلها تجي. طيب عندنا مشاركة عبر الزوم، عمر مبروك من مصر، اسمعني يا شيخ عمر. شيخ عمر تسمعني؟ اسمع حضرتك. طيب تفضل حضرتك اقرا. طيب حاضر. جزاك الله خير. هو من سورة كم؟ قدامك على الشاشة الله يحفظك. سورة فاطر قدامك على الشاشة. ولا ظلمة ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا ابدأ، ابدأ من والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الآية 31. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بهذه لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب. طبعا شيخ عمر عندنا ثم أورثنا، يوجد فرق بين الثاء والسين، أث أس، ثم أورثنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. حتى كلمة ظالم، فمنهم ظالم ظا، فمنهم ظالم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها لا عندنا شوف التنوين إذا بعده الياء يا شيخ عمر حكمه الإدغام بغنة. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها، لا مش عدن، لا تظهر النون هنا، النون تضغمها في الياء. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الذي أذهب عنا الحزن. شوف لو تشوف يا شيخ عمر كلمة الحزن كلها مفتوحة، الحاء على فتحة والزاي على فتحة والنون على فتحة، فنقرأ ويش الحزن إن ربنا. طيب اقرأها من البداية. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لغفور نفس الشيء بالنسبة للتنوين، وبعده الشين، شين حروف الإخفاء الحقيقي. لغفور شكور، لغفور شكور، لا لغفور شكور، لغفور شكور الذي أحلنا دار المقام. لا مش المقام، دار المقامة، المقامة، لا المقامة، المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصيب ولا لا يمسنا, فيها نصب نصب ولا يمسنا فيها لغوب. طيب معلش يا عمر أعد الآية. الذي أحلنا دار المقامة، لا مش المقامة، دار المقامة، دار أيوه دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا نصب أيوة، ولا يمسنا فيها لغوب. أحسنت بارك. طيب فقط تنتبه يعني عندنا كلمة أو الحروف اللي هي الذال، في فرق بين الذال والزاي وكذلك الضاء، يعني هذه الحروف يجب أن تتدرب عليها، لأن هذه تعتبر لحون جلية، لأنه يبدال حرف مكان حرف وهذا يغير المعنى. بارك الله فيك الشيخ عمر ونفع الله بك وجزاك الله خير. نعود للمشاركات عبر الواتساب. عندنا محمد إبراهيم من ليبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. طيب جزاك الله خير يا شيخ محمد إبراهيم. عندنا والذي أوحينا إليك، يعني إما أن تمد من الطبيعي حركتين أو بالتوسط إذا أردت أن تقرأ بالتوسط، لكن أنك لا تمد فهذا يعتبر لحن، بارك الله فيك. والذي أوحينا إليك، أوحينا إليك، فتمد من الطبيعي. وكذلك عندنا كلمة بالخيرات، فالخاء هنا بارك الله فيك مفخمة، عدني يدخلونها، هنا تنوين وبعده الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، حروف الياء حروف الإدغام بغنة مجموعة في قولك ينمو. طيب حرير في حال الوقف كلتا الراءتين مرققة، فنرقق الراء الأولى حرير لأنها مكسورة، ونرقق الراء الثانية كذلك لأنها مكسورة، لأن وقفنا على ساكنة وقبلها حرف مد، لكن في الوصل تفخم لأنها تصبح مضمومة حرير، فتفخم، تستعلي اللسان، تستعلي باللسان عند النطق بالراء المفخمة. وكذلك بارك الله فيك عندنا كلمة غفور شكور، فتنوين هنا وبعده الشين، والشين حروف الإخفاء الحقيقي، فتخفي هنا النون عند الشين، غفور شكور، بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب نستمع لفؤاد بن أختر من بنغلاديش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. إلى هنا بارك الله فيك، جزاك الله خير، حسبك. طيب أحمد مصطفى من ليبيا يقرأ الآية التي بعدها. الكتاب الذي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بارك الله فيك يا شيخ أحمد ونفع الله بك. طيب نكتفي بهذا القدر. مقرر التلاوة الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، سورة فاطر من الآية 36 إلى الآية 40، تابعوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور.
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. من الآية 36 إلى الآية 40 نستقبل تلاواتكم إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. يعني هذه الحلقة اليوم الأربعاء، يعني سيكون موعدنا آخر موعد في الأربعاء، سنستبدل اليوم الأربعاء بيوم الاثنين يعني بإذن الله تعالى. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ستكون يوم الخميس غدا، والحلقة التي بعدها السبت، وبعدها يوم الاثنين. يعني الحلقات ستكون بإذن الله تعالى كل يوم سبت واثنين وخميس. السبت في تمام الساعة 3 عصرا، والاثنين في تمام الساعة 4 عصرا، والخميس إن شاء الله بإذن الله تعالى كذلك في تمام الساعة 4 عصرا بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالقرآن يرل الناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته، شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن.